السلام عليكم ورحمة الله. الشباب خاص شباب موريتانيا فينكم؟ شفتوا صباح لينا وعليكم إن شاء الله. معكم أخوكم مولاي الولايات المتحدة أمريكا. لا أقل توب لأن أعطيكم تفسير. اليوم أصباح وعيت ماشي لين اشتغل جبرت كراع وتهم كريف الطريق بيني معاه وشغلة بعيد دعو داك الطريق 45 مينيت على 50 مينيت ياكلنا وجاي ما نقدر نمشي جاير دانجي قرآن كار الشرطة هي شابتني مشاو هاو للدولة ما يجو يركبوا لك كراعك ولا مشاكل اللي عندك ما عندك كراع سكور يتو وتك وتك معناه نجرة من الهار يمشوا باثنين بلاد انت واحد ولا لي تخلص وقية هاو صار هاي شاقت الشرطة ليعاونوا تعود مواطن معناك مواطن شفتوا هاي بقى لا سبيل مثال اوكي قال الشرطة ما هو انك تم تحبس الناس هاي لا نختارانو توف يشوفون باطلي هاي لي هاي لفرمان اوكي ثانك يو سو ماتش بي باس ثانك يو ولا تخلصوا قية ولا تخلصوا شيء رين فوالا هاي شغلت النيتو فتطلعوا فتبقى يمكن ماشي ليبيري لك طريق هاي شفتوا بقى معاكم اخوكم مولاي مرحبا بكم حتى